الأربعاء 26 من يونيو لعام 2019، برج الحمل. مهنياً، فترة جيدة لتقوم باستثمارات مالية في المجال العملي بعد دراسة علمية وواقعية للسوق ومتطلباته. عاطفياً، العازب. تشعر بالمتعة وأنت تتلاعب بعواطف أكثر من شخص وتدعي أنك تحب، ولكن الحقيقة أنت لم تعرف طعم الحب. المتزوج، مبادرة طيبة من الشريك تنهي الخلافات السابقة وتدخل التجديد إلى علاقتكما. برج الثور. مهنياً، تواجه اليوم وضعاً شائكاً قد يسببه أحد ناكري الجميل من الأقارب أو الأصدقاء، وتستطيع بفضل ذكائك وحكمتك أن تتجاوزه. عاطفياً، العازب. تعيش الحب والعشق في جو شاعري وتتمنى أن تستمر قوة علاقتك مع الحبيب. المتزوج، ابتعد عن المزاجية والتمسك بآرائك الخاطئة حتى لا ينعكس ذلك على علاقتك مع الشريك وتجلب التوتر لأجواء الأسرة. برج الجوزاء. مهنياً، احذر من بعض العروض المادية المغرية التي تقدم لك لأنها وهمية ومجرد فخ لاستغلالك. عاطفياً، العازب. يحاول البعض إبعادك عن الحبيب وتكون مستعداً لتحدي العالم من أجل حماية حبك. المتزوج، تعيش أرقى مستوى من الحب والتفاهم مع الشريك ولكنك تشعر بالحزن لأن أشياء كثيرة تنقصك. برج السرطان. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان حسن مصطفى، والفنانة نيكول سابا، والفنانة سلوى محمود، والفنان أحمد عدوية، والفنان شريف رواش. مهنياً، تتعرض لامتحان صعب فكن على مستوى التحدي وجند قوتك وطاقتك لأي أمر طارئ. عاطفياً، العازب. تكون مشاعرك غير ناضجة وأحاسيسك متناقضة وهذا يبعدك عن الحب الحقيقي. المتزوج، تتهرب من حسم أمر مزمن وهام يتعلق بالعائلة، تأجيل الحسم ليس من مصلحة الأسرة. برج الأسد. مهنياً، حدث غير متوقع يكون له وقعاً إيجابياً في حياتك المهنية والعملية ويجعلك محط أنظار المحيطين. عاطفياً، العازب. تجد إنسانيتك مهددة في العلاقة العاطفية التي تعيشها مع الحبيب فتعيد النظر فيها. المتزوج، تكون أمام قضية طارئة قد تقود لأزمة في علاقتك مع الشريك ولكن سرعان ما تزول بفضل هدوئك وحكمتك. برج العذراء. مهنياً، كما كنت تتوقع تنجح في تحقيق أمر صعب على المستوى المهني وتنتصر على المنافسين. عاطفياً، العازب. تعيش مع الحبيب في جو حال ملؤه الأمان والطموح وتشعر بأهمية الحب وحنان الحبيب. المتزوج، تقوم مع الشريك بعمل هام يؤدي لتحسين الوضع المادي للأسرة. برج الميزان. مهنياً، تستعد لتنفيذ مشروع أو عمل جديد يحسن وضعك المادي ولكن يلزمك التنظيم والاستعانة بالمختصين. عاطفياً، العازب. تشعر بحلاوة الحب ومرارته بآن واحد وتقرر الدفاع عنه لأنه أعطى لحياتك معنى. المتزوج، تحقق مع الشريك هدفاً يشعرك بالأمان وينهي الخوف من المستقبل ويجعلك متفائلاً. برج العقرب. مهنياً، مسألة هامة وطارئة تتطلب منك اتخاذ قرار سريع، كن حكيماً وشجاعاً ولا تتأثر برأي أحد. عاطفياً، العازب. قد تحمل الحب أسباب ضعفك واستسلامك للحبيب بعد أن تكتشف أنه حب بلا أمل. المتزوج، تفكر بالبحث عن مشاعر تفتقدها في علاقة خاصة جديدة بحجة الملل والحاجة للتجديد وتنسى أنك مرتبط. برج القوس. مهنياً، تعاملك اليوم بحزم وذكاء ومحبة مع زملاء العمل يجعلك محل تقديرهم واحترامهم رغم فوقيتك. عاطفياً، العازب. تتطور صداقتك مع أحد الزملاء بالعمل إلى حب متبادل وقد تفكرا بالارتباط. المتزوج، توسع علاقاتك الاجتماعية وتشعر بالندم لدخولك أجواء بعيدة عن بيئتك ومستواك الفكري والعقلي. برج الجدي. مهنياً، يقف اليوم الحظ معك بكل الخطوات التي تخطوها ويفتح أبواب السعادة أمامك ويساعدك بقطف ثمرة جهودك. عاطفياً، العازب. تكتشف عدم إخلاص الحبيب وتفقد الثقة بالجميع وتشعر بالإحباط. لا تيأس، فهناك كثير من المخلصين. المتزوج، مفاجأة يعدها الشريك اليوم مع بعض الأصدقاء تجعلك سعيداً وفرحاً. برج الدلو. مهنياً، انفراج في أزمة مادية ومعنوية
بعد أن تمر بتجربة قاسية تأخذ منها الدروس والعبر. عاطفياً العازب، تتأكد أن الحبيب غير صادق بمشاعره ويلعب بعواطفك باسم الحب، وأن علاقته معك هي للتسلية فقط. المتزوج، انسجام عاطفي وروحي مع الشريك وسعادة غامرة بسبب حل مشكلة داخل الأسرة. برج الحوت، مهنياً تعيش وهم الغنى الفاشل عن طريق المغامرة بمال أمانة عندك، أنت بأمس الحاجة لتنسى ذلك كي تبتعد عن طريق الإفلاس. عاطفياً العازب، تعيش مع الحبيب جواً حالماً من العشق وتشعر بالرضا عن قوة علاقتكما وتفكر بتأمين مستلزمات الارتباط. المتزوج، تكون أمام خط فاصل في علاقتك مع الشريك، وسيحدد حواركما وحكمتكما مستقبلها.